اللهم اجعل كل منا صبورا شكورا، عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا نذكرك كثيرا ونسبحك بكرة وأصيلا. اغنم أيها المغتنم، فما أعظم جود ربك وما أوسع فضله للمقبلين عليه. فأقبل وأجب هذا الداعي، وأصغي سمعك له، وأعرض عن الدواعي الأخرى. كل ما أمامك يدعوك هنا وهناك اتركه، ولب هذا النداء. أجب أجب داعي المولى، فهذا نداءه يجبك سبحانه وتعالى. وأنت من أمة أكرم مجيب، وما يجيب الرحمن أحد مثل ما يجيبه. فقربت الطريق عليك، فأقبل بصدق وتوجه بالخشية والمحبة والإنابة، وانتظر فضل الله.